السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة هتكلم معاكم النهاردة عن إصابة الفنانة روجينا بعد ضربها بالعصا وسرقة مجوهراتها والتليفون والفلوس اللي كانت معاها في لندن، الحادثة اللي تعرضت ليها الفنانة روجينا. هقول لكم تفاصيل الخبر، وكمان هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع ملكة جمال النيل مروة العشير يا جماعة، اللي جارها طلع عليها ومسكها قطعها وشها وجسمها كله بالمشط والسكينة من غير ما تعرف لغاية دلوقتي السبب، او هي مش عارفة هو عمل فيها كده ليه. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. هبتدي معاكم بموضوع الفنانة روجينا. الفنانة روجينا يا جماعة اللي تعرضت للسرقة في لندن، وكمان ضربوها يا جماعة واتصابت بارتجاج في المخ بعد الضرب على الدماغ بالعصا، وكمان سرقوا منها المجوهرات والشنطة اللي كان فيها الفلوس والتليفون. هقول لكم شوية تفاصيل الأول وبعد كده هقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. الفنانة روجينا يا جماعة كلكم عارفين ان هي ممثلة مصرية من مواليد 16 ابريل 1973، عندها بالظبط 49 سنة، من الجيزة، متجوزة من نقيب الممثلين والممثل أشرف زكي، اسمها بالكامل روجينا أمين عمار، عندها من الأولاد مايا ومريم، متخرجة من المعهد العالي للفنون المسرحية. اللي حصل؟ اللي حصل إن الفنانة طلعت وكتبت على صفحتها الرسمية إن هي تعرضت للسرقة في لندن، ناس طلعوا عليها، هي كانت بتصور مشاهد فيلم هناك وكانت قاعدة في لندن كام يوم عشان عندها شغل هناك. فجأة وهي خارجة تتفسح كان معاها شنطة حاطة فيها الموبايل، وطبعا أكيد لابسة مجوهرات في إيديها، وأكيد حاطة فلوس في الشنطة. طلعوا عليها ناس مجهولين ضربوها بالعصاية على دماغها، جالها ارتجاج في المخ وهي دلوقتي في المستشفى، وكمان خدوا منها الشنطة اللي هي كانت لابسها في إيديها. الشنطة كان فيها فلوس وكان فيها موبايل، وكان كانت لابسة مجوهرات خدوها منها بعد ما وقعت وأغمى عليها بعد طبعا ما ضربوها على دماغها ضربة جامدة، وده اللي أدى لحدوث عندها ارتجاج في المخ بعد الضربة دي، لأنهم ضربوها بالعصاية اللي هي الكبيرة اللي عاملة زي الشومة. أتمنى منكم يا جماعة، ده حقيقة الخبر يعني اللي حصل، أتمنى منكم لو قولوا رأيكم في التعليقات على الموضوع اللي حصل مع الفنانة روجينا. زي ما قلت لكم في أي مكان في العالم متعرض ان انت يطلع عليك ناس او يطلع عليك مسلحين، يعني كل الدنيا ممكن، انت ممكن تتعرض في اي مكان، حتى في مصر بره مصر في اي مكان ممكن تتعرض في اي وقت لواقع زي دي. هتكلم معاكم في الموضوع الثاني، موضوع ملكة جمال النيل الطالبة مروة العشيري. بصوا يا جماعة، واقعة بجد يعني محيرة، حيرت حتى الشرطة او حيرت الناس اللي شغالة في مركز الشرطة اللي راحت فيها مروة العشيري الطالبة تبلغ عن اللي حصل فيها. يعني هي مش عارفة جارها عمل فيها كده ليه، او مسكها نزل ادها 25 غرزة في وشها وفي جسمها وفي دراعاتها ليه. بتقولك انا مش عارفة هو عمل فيها كده ليه، كل اللي بيني وبينه سلام عليكم بس، هو جارها وفي الطلعة وفي النزلة بتقوله سلام عليكم، غير كده مفيش اي حاجة ما بينه. هقول لكم تفاصيل الخبر بالظبط وبعد كده هقول لكم هي قالت ايه في التحقيقات على جارها اللي عمل فيها كده، وهو قال ايه بعد ما اتمسك طبعا واتحبس 4 ايام على ذمه القضيه. هقول لكم تفاصيل الواقع. بيقول لك مزق جار ملكه جمال النيل مروه العشيري، هي طالبه يا جماعه، وجهها بالمشرط بعدما غافلها او قابلها على سلم البناية التي يقومان فيه بمنطقة الوراء بمحافظة الجيزة شمال مصر، وذلك في اعتداء لا تزال دوافعه مجهولة بحسب ما أفادت وسائل الإعلام، وأثر الاعتداء الذي وقع عقب أذان المغرب في رابع أيام شهر رمضان، يعني بعد أذان المغرب على طول خلاها وهي طلعة على السلم او كانت نازلة على السلم، قام عليها بالمشرط يا جماعة او بالسكينة وفضل يدرب فيها في كل حتة، عارفين اللي بيلوش هو ده. بيقولك كمان، مؤثر الاعتداء الذي وقع عقب اذان المغرب في رابع ايام شهر رمضان الجاري
عن إصابة مروة العشيري الطالبة في كلية الآداب بجروح قطعية غائرة في الخدين الأيمن والأيسر والرأس والكتف، تطلبت 25 غرزة لعلاجها وفق ذلك للمصادر. بيقول لك مروة العشيري عندها 20 سنة والتي نالت لقب موديل ملكة جمال بنت النيل خلال مسابقة محلية في العام الماضي، لا تزال تجهل سبب الاعتداء الذي تعرضت له على يد جارها الذي نفى أي صلة بها، يعني غير علاقة زي ما قلت لكم ان هما جيران. وبحسب افادتها للشرطة التي تمكنت من القاء القبض على الجار كمال، اسمه كمال، واحالته الى النيابة وتم حبسه 4 أيام على ذمة القضية، فقد كانت صادفته قبل يومين من الجريمة اثناء صعودها على سلال البناية متجهة الى شقتها اللي في الطابق الرابع. فجأة هو فتح باب الشقة وهي طالعة، فاتخضت، راح قال لها ايه، ما تخافيش يا استاذة اطلعي. راحت قالت له وانا اخاف منك ليه؟ فمن ساعتها بيقول لك بقى انا ازاي ما تخافش مني، اساسا هو بلطجي عور قبل كده اخوه وعور مرات ابوه. فبيقول لك كمان انا كنت بتضايق لما طبعا اتقبض عليه، انا كنت بتضايق من لبسها، طريقة لبسها كانت بتلبس لبس عريان وكانت بتبين شعرها واحنا في رمضان، وانا حذرتها بدل مرة كذا مرة وهي ما سمعتش كلامي. وكمان كانت طالعة على السلم في يوم وانا بفتح الباب فبتقول انا ما بخافش منك، فده اللي خلاني عملت فيها كده. اسباب يعني غير مقنعة يا جماعة. لو قلت لكم شوها تماما، يعني الخدين دول متقطعين والخد ده متقطع، وكمان رقبتها وكمان كتفها وكمان ظهرها والحتة اللي ورا دي، يعني اكنه متغاظ منها بقاله سنين، زي ما بيقولوا كده لما تكون مرقد لحد ومتغاظ منه، ده اللي عمله. يعني طلع حتى في التحريات او لما الشرطة كانت بتحقق معاه كان بيقول اسباب غير مقنعة، اسباب غريبة. انت مالك بلبسها؟ انت مالك ماشي بشعرها؟ انت مالك؟ انت حيالله جارها بس في المكان، انت مالك انت؟ يعني بس هو معروف تاريخه، معروف ان هو بلطجي وعور كذا حد قبل كده، فعمل فيها كده. البنت المسكينة يا جماعة حياتها اتدمرت وشها كله ما فيهوش حتة سليمة ومش هتنفع تاني. يعني هي كانت قبل كده من كتر جمالها كانت ملقبة بملكة جمال النيل، دلوقتي خلاص وشها كله اتدمر، وهي كمان يا جماعة طالبة في كلية الآداب. لا حول ولا قوة الا بالله بجد، لا للبلطجة يا جماعة، لا للبلطجة. يعني لا، هي لبسها مش احنا اللي هنحاسبها، احنا طبعا هو حرام وكل حاجة بس مش احنا اللي هنحاسب البني ادمين، مش بلطجي هو اللي هيحاسب، صح يا جماعة ولا ربنا هو هيحاسب الكل. لا حول ولا قوة الا بالله بجد، موضوع غريب. اتمنى منكم تقولوا رأيكم في التعليقات.